تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين برنامج كورة على قناة خليجية، معكم الثابت 11:30 والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بأول الحلقة. في تفاعل مع حلقة كورة، ثلاثة أندية تقدم دعوى رسمية للبطل الضعيان، ومتابع تويتر يتجاوزون 30,000. النصر يستقبل مدربه الجديد غدا ويوقع رسميا مع الجبرين، والأهلي يحاول خطف الداهية كارينيو. رأسية مختار تقدم الاتحاد خطوة في مواجهة ثمن النهائي، ومواجهة الرياض تحسم الأمور. الهلال في اختبار الأرض والجمهور يواجه بنيوت كور، وكورة يستعرض مسيرة الزعيم في دور 16. هذه عناوين الحلقة، اسمحوا لي في البداية نرحب بضيفينا. معنا في الاستوديو المهندس طارق التويجري، الشخصية الرياضية المعروفة أبو صالح. أهلا وسهلا فيك. أهلا مساء عليك بخير أخوي تركي، ومساء على أخوي فواز بخير، وعلى المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. ومعنا من جدة الأستاذ فواز الشريف، الكاتب والإعلامي الرياضي. مساء الخير فواز. مساء الخير تركي، مساء الخير أخوي طارق، وعلى السادة المشاهدين. نبدا مباشره طبعا اخبار شوت، راح زي العاده راح يعني ينضم معنا احد من الزملاء ويناقشنا في اخبار شوت وبعض التغريدات المهمه. موضوع الجبرين هو موضوع الساعه، لكن اليوم المباراه الاسيويه كانت بين فريقين سعوديين، الشباب والاتحاد، انتهت اتحاديه. نتابع التقرير بعدها نعود للحديث. أنهى فريق الاتحاد السعودي نصف مشواره في دور 16 من البطولة الآسيوية للأندية بانتصار مهم، حين استضاف شقيقه الشباب السعودي على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع. تفوق اتحادي استمر طيلة الشوط الأول والذي لم يشهد أي تهديد حقيقي من الشبابيين. غلبة صفراء تواصلت حتى الدقيقة 75 والتي شهدت هدف الفوز الاتحادي على طريقة مختار فلاتة، هدف أشعل مدرجات العميد وكان كافيا للخروج بانتصار، بعث في نفوس الاتحاديين بعض الاطمئنان قبل مواجهة الإياب في الرياض. أبو صالح، الاتحاد والشباب، أول شيء نقول مبروك إنه في عندنا نادي سعودي في دور الثمانية، هذه ضامنينها. مبروك الاتحاد في الجولة الأولى طبعاً. المباراة الاثنين اللي رايح منهم مبروك. أي طبعاً هو مبروك، إحنا نقول للاتحاد الآن إنه فاز اليوم في الجولة الأولى في الشوط الأول. خلنا نقول مباراة كانت صعبة حقيقة، وتعرف في نهاية موسم وتوقيت المباراة في هذا بالنسبة للفريقين كثير صعبة، خاصة الشباب بشكل أكبر خارج من بطولة من كأس خادم الهرم الشريفين، تعرض لضغط كبير جدا قدام الأهلي وقدام بطولة تعرف دخل في معنويات كبيرة. الاتحاد أيضا عنده تحدي كبير، أعتقد الاتحاد في حال أنه تجاوز الشباب في المباراة القادمة وتأهل إلى دوري الثمانية، أنا أعتقد الاتحاد بهالعناصر هذه الشابة مع تدعيمه يعني عنده فرصة كبيرة جدا يقدم شيء في آسيا بكل صراحة، لأنه عنده 4 لعيبة ممكن يتغيرون يعني الأجانب ويكون يعني في تصحيح كبير، مع أني أنا أعتقد أنه فقد الاتحاد عنصر مهم جدا وممثل بالفريدي، ما استفاد من الفريدي بشكل كبير. ولكن أنا حقيقة أنا أقول أنه الشباب الاتحاد تحديدا أكثر يعني فريق تقريبا عنده عناصر قوة غير عادية، عنده أرضية مثلاً. جيدة، عنده أرضية وعنده عناصر شابة صراحة مذهلة بكل صراحة، يعني تعرف الطاقات الشابة هذه اللي تقدم مستويات مبهرة في ظل ظروف صعبة وفي ظل ظروف إدارية وفنية ومالية ومعنوية وتقدم هذه المستويات. أعتقد أنه ما بالك لو مثلا تم فعلا تهيئة كل الأجواء الاتحادية وأيضا دعم الفريق بعناصر أجنبية جيدة وممتازة، يعني
أنا أعتقد أن الفريق سيقدم شيء الكثير. الشباب يعني الاتحاد هو من الأندية اللي يبغى له بس 4 محترفين وتمشي أموره. لا أنا أعتقد 4 محترفين وتدعيم خط الدفاع. يعني خط الدفاع أنا أعتقد أنه يحتاج ترميم بلاعب محلي على أقل تقدير. يعني عنده مشكلة في هذا العنصر. لكن الاتحاد عنده عناصر كاملة. أنا أعتبرها القوة الكاملة اللي موجودة في العناصر الشابة. عنده بدائل حلوة. فتمرست الآن واستطاعت أن تأخذ ثقة كبيرة. وأنا أعتقد أنه ممكن تقدم شيء في 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 بين بين موضوع الفريق المتأهل لدور الثمانية ولا لسه؟ لا لسه الشباب فريق قوي وفريق مؤهل أنه يتجاوز في الرياض. وكل الفريقين حقيقة يستحقون التأهل بكل صدق يعني. ولكن زي ما قلت لك أنه العناصر اللي 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 يعني ممكن تؤثر في الاتحاد أكثر من ما تكون في الشباب. ليه؟ لأنه الاتحاد فعلا يفتقد إلى أمور كثيرة. يعني الشباب عنده يعني استقرار إداري، عنده استقرار فني، عنده استقرار حتى مالي، استقرار معنوي. الاتحاد كله يفتقدها بهالشكل هذا. عنده مشكله في البيئه. بس في استقرار اداري الان في الاتحاد الى حد بس برضو في يعني ما زال في مشاكل. حقيقه في مشاكل كثير. احنا لازم يعني ما نخفي حقيقه انه الحقيقه هذه انه الاتحاد يحتاج الى اكثر تهيئه اداريه، تهيئه معنويه، تهيئه كثير من الامور حقيقه. طيب فواز، يمكن ما اقدر ازيد على كلام البشمهندس يعني اكثر من اللي وضحه في هذا. نبارك الفريق الاتحادي اللي الشوط الاول استطاع ان يتجاوز الشباب. طبعا يمكن الشباب قد نلتمس له العذر، خارج من نهائي ومتوج، ودائما الافراح تعطي شيء من الاسترخاء، لكن في نفس الوقت قدم الشباب مباراه جيده وبالذات في الشوط الثاني. عموما المباراه ما انتهت، في الرياض حتكون المباراه اصعب واهم. يمكن أصبحت واضحة الرؤية، واضحة كم الهدف الذي يؤهل الفريق الاتحادي عن الفريق الشبابي والعكس. لكن مجملا المباراة لسه ما انتهت. على كلام أخوي البشمهندس، اللي طبعا احنا قبل موسمين كنا نتابع الاتحاد وكان الكثير يتحدث على انه فريق شاخ وفريق يجب ان يدخل فيه الدماء الشابة، وكنا نبحث في الاتحاد حتى أنه كانت الرؤية سوداوية لمستقبل الاتحاد. الحقيقة هذا الفريق الشاب فاجأني وفاجأ كثير من الاتحاديين أنه عنده مجموعة جيدة، منهم اللاعب جمال بجندوح اللي يعني الواحد من عقليته الاحترافية وحضوره الذهني في الملعب وأدائه وفي أهم المراكز اللي هي المحور، طبعا تشعره كأنه لاعب يعني مع حبي وتقديري لاعب جاي من برا محترف. طبعا تدعيم الفريق الاتحادي برباعي أجنبي مهم، لكن اللي أهم منه الجهاز الفني، الرؤية الفنية العامة للفريق، ماذا يريد الفريق في المستقبل. بخلاف البطولة الآسيوية طبعا أنت أمامك بناء فريق على هذه الكوادر الموجودة، وبالتالي حتى الاختيارات لازم أن تكون اختيارات مقننة، اختيارات مبنية على رؤية فنية. الاتحاد إيش محتاج حتى يبدأ موسم جيد؟ فواز، أنا أعتقد أنه حتى هذه اللحظة يعني الكثير يحاول أن يحرج الإدارة الاتحادية برئاسة إبراهيم البلوي على أنه ما قدم، ما أعطى، ما عمل. أنا أرى أنه حتى لو لديه خزينة مفتوحة أو زي ما قال الأستاذ منصور ميزانية مفتوحة، لا يستطيع في الفترة الحالية أن يتصرف مطلقا، لأنه ما في تسجيل، ما في فرصة أنه ممكن الواحد يتحرك في استقطابات محلية الآن بالذات كرئيس نادي والتركيز على المهمة الآسيوية. لكن الاختبار الحقيقي للإدارة الاتحادية، وهذا اختبار مهم، هو مرحلة ما بعد المناسبة الصيفية، ما بعد الإجازة الصيفية، ما بعد الدخول للموسم الجديد، ترى من خلالها القدرة المالية التي لمح لها رئيس النادي والدعم اللامحدود من عضو الشرف الاتحادي منصور البلوي، تستطيع أن تختبر في ذيك الفترة أو في تلك الفترة الإمكانيات الاتحادية. أما الآن فأنا أعتقد أنه الاتحاد بحاجة إلى أن يعبر هذه المباراة فقط، ومن ثم لكل حادث حديث. الاتحاد في بدائل جيدة؟
على المستوى الفني ما عنده إلا الاستقطابات الأجنبية، يعني هو ناقص فعلا ثلث الفريق اللي نتكلم على الرباعي الأجنبي. لكن أيضا على الجهاز الفني، هل سيكون خالد القروني الموسم جديد أم سيكون مدرب جديد؟ يحتاج رؤية عامة. قد يأتي المدرب الجديد وبحسب فهمه وإدراكه للمسابقة أو نجاحه وتوفيقه مع الفريق، هذه كلها أشياء غائبة لا يمكن أن نقيس. لكن إحنا كمشاهدين من خارج الملعب نستطيع أن نضع الحلول والبدائل الفنية والاحتياجات للفريق، لكن أحيانا حينما تصبح المجموعة كمجموعة واحدة ومدير فني مشرف على الفريق وإدارة كروية، يعني تختلف بعض الأمور، تختلف بعض مثلا زي خروج أحمد الفريدي من الاتحاد، ما هو خروج فني لأنه مو مبني على قرار فني، وبالتالي اللاعبين وخروجهم ومغادرتهم للفريق أو عودتهم للفريق أو استقطاب بعض الأسماء الجديدة من الخارج أو من الاحتراف الأجنبي، أنا أعتقد هذه كلها أمور فنية لا يمكن لنا، بالذات أنا أقول ممكن أختار أسماء لكن لا يمكن لنا أن نجزم بأنها تنجح أو لا تنجح طالما أن المدرب طيب. المسؤول الرجل الفني لم يتخذ القرار. فواز المهندس طارق عفوا، الشباب لما قلت لك يعني فريق حقيقة دخل يعني وعنده عبء نفسي كبير جدا ممثل حقيقة في حصوله على 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 بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. تعرف هو أجهد حقيقة ليس فقط في داخل الملعب في مباراة النهائية، ولكن أجهد معنويا. تعرف يعني يمكن حد كان حديث خالد البلطان معاك والدهاليز اللي حدثت هذه كلها شدتنا بكل صراحة، لما تحدث كيف دخل الملعب، لما تحدث كيف وصل الفريق عبر الباص والترتيبات وكان في آخر رمق حقيقة وكيف قفزوا الرصيف يعني عارف ترى هذه أعباء نفسية واللاعبين يعيشون هالأجواء هذه وكيف داروا الملعب وكان جاتهم صيحات كثيرة وصخط كبير جدا من الجماهير الأهلي ودخلوا مباراة بزخم معنوي وتحدي كبير وخرجوا منه، هذا كله جهاد معنوي كبير يحتاج الفريق يعني أن يكون هناك يعني حذاقة في إخراجه من هالنفسية هذه وإخراجه من جو التنفس الكبير يعني والانتصار والنشوة الكبيرة وإدخاله في أجواء منافسة جديدة ومهمة جدا تنسى خلاص الماضي. ليش دائما صعب هالموضوع؟ ليش دائما صعب يعني لما تكون أنت فايز ببطولة دائما يقولك والله المباراة اللي بعدها متوقع أنه ينزل مستواك، يعني ليش الفوز ما يعني معنوياته والانتصار فيه ما تأثر على المباراة اللي بعدها، فيما الخسارة تؤثر على يعني معنويات الفريق في المباراة اللي بعدها؟ شوف للأسف يا تركي أنه في ناس للأسف أنا أقول غالبية تقريبا فيه يعني كثير يعني يقللون حقيقة من التعبئة النفسية الصحيحة للمختصين. للأسف احنا نشوف دور رؤساء الأندية هم من يقومون بكل الأدوار يعتقدون انه هذه بطولة غير عادية، وهذا غير صحيح يا اخي. ما في استعانة بأخصائيين نفسيين ومعنويين في فرق كبيرة تحتاج الى هذا الامر. يعني ايش مثلا ايش تجيبون يا اخي؟ في اختصاصيين قدرات ذاتية، يعني كيف انا استخرج منك انا انت كلاعب كيف اخذ منك اقصى ما يكون. ترى الكورة مش قضية اني انا اخذ فلوس والعب، لا، هي قضية معنوية نفسية وكيف خليك تركز تركيز عالي جدا. لذلك تجد بعض المدربين يعني هو مدرب نفسي اكثر مما يكون تكتيكي وياخذ منك انت مثلا 90%، انا اعطيني 90% من لاعب جيد ولا تعطيني 40% من لاعب ممتاز بكل صراحه. فبالتالي هذه امور لها فنياتها لها طرقها. احنا للاسف يعني اللاعب السعودي من يوم كان في الناشئة وشباب يعني يتم تجاهل هذا الأمر تماما، وبالتالي لا يبنى من ناحية معنوية لا يبنى من ناحية نفسية إطلاقا، ومن ثم أيضا هذا الموضوع لا يكترث فيه إطلاقا حتى في صف الدرجة الأولى. ومن ثم نقول والله تعال يعني ليش يعني نتعامل مع اللاعب وكأنه مكينة فقط، لا هذا مو صحيح. أنا أعتقد أنه للأسف هذه يعني مطلوبة بكل صراحة. إيش المفروض يسوي اليوم الفريق الشبابي لمباراة الرياض؟ يعني اليوم حركوا جول الرياض، إيش المفروض يسوي؟ لا هو شوف هو دفع الثمن الشباب يعني دخل في مباراة، يعني دخل في أجواء المباراة وبالتالي استشعر مسؤولية. يعني غير إنه قبل مباراة شيء وبعد المباراة لما دخل أجواء المباراة وخسر المباراة خاصة، الآن اللاعبين أوتوماتيكيين يدخلون في جو المنافسة واستشعار الأمر وأنها آخر فرصة لهم بالتأهل. وأكيد إن هناك في وعود، أكيد إنه الإدارة. إيش المفروض يسوون؟ المفروض انهم انا اعتقد ترى فكره النتيجه يعني 1-0 اكيد انها صعبه يعني من غيرنا 2-1،
لكن هي أمور تحتاج إلى تركيز عالي جدا، وفقط يعرفون أن يعني يعتبرون مباراة يعني هي آخر فرصة لهم وممكن تؤهلهم إلى البطولة بكل صراحة، لأنه إحنا نعترف أنه هذه البطولة الآن تحديدا بالنسخة الجديدة، لا بالنسبة للهلال، لا بالنسبة للاتحاد، لا بالنسبة للشباب، هي البطولة الأسهل في أن الوصول للمباراة النهائية. فواز، الشباب كيف وضعه بعد مباراة اليوم؟ أنا عندي بس مداخلة على حديث أخوي طارق أنه عن اللاعب السعودي والتهيئة. يعني الواقع غير الحقيقة. المهندس طارق تحدث عن الحقيقة، وهذه يعني علميا قد تكون موجودة، لكن الواقع يتحدث عن أنه اللاعب السعودي لا يفكر إلا في المال، وما لعب كورة إلا عشان المال، وأهله في البيت يشجعوه ويحمسوه عشان يجيب المال، والفكرة كلها أن يتحول فرد عادي من ملعب الحارة إلى مليونير. هذه الفكرة هي القائمة والموجودة الآن، وبالتالي أنه صاحب الخزينة والقائم على المال والذي بيده تصرف هذه الأموال هو رئيس النادي، وبالتالي يعتبر رئيس النادي هو الطبيب النفسي المعالج في الوعود وفي المكافآت، وهي اللي ممكن تأخذ اللاعب من جو محبط إلى جو معنويات مرتفعة وتحسن ذلك. الشباب أعتقد أنه حتى موقفه في المباراتين لا زال موقف جيد، والشباب فريق كبير، ما ممكن يعني أنه تأثر عليه نتيجة خسارة 1-0، لكن في كل الأحوال في كل المحبين والمتابعين اللي يتمنوا الفوز الشبابي في المباراة الجاية والتأهل، فيما لو لم يحدث ذلك فإن الشباب قدم هذا الموسم مباراة غالية جدا وتاريخ خاص بنادي الشباب، وتاريخ يعني قد لا يكرر كثيرا في الكرة السعودية. طيب نشوف سبورت كلب الاتحاديين، ألف ألف مبروك. محلى هاللون يا عدي، محلى شعارك، محلى شعارك. يقولوا لي ليش ما تغير هالغنية؟ كل ما فاز الاتحاد تحط هالغنية. عجبتك هذه غنيتي أنا بصراحة. الاتحاد يعني إذا فاز أحب هالغنية للاتحاد، مرتبطة عندي بذكريات الاتحاد العظيمة. اليوم وقع في خبر يعني يقول 90% إنه ياروليم مدرب الأهلي السابق ممكن يجي للسعودية، 90%، بس إنه وين ما اعرف، بس كذا في تليفونات صايره مع يروليم هاليومين وممكن يجي للسعوديه. وقت ما نتاكد راح نقول لكم وين بيروح المدرب. النصر اليوم انهى موضوع الجبرين بحضور رئيس النصر ورئيس الرعد وبحضور الجبرين الغائب الحاضر. فجاه طلع عبد العزيز الجبرين ووقع مع نادي النصر كلب لتوقيع الجبرين. وبعد الفاصل راح نفتح الموضوع مع ضيفينا العزيزين.
فاصل قصير بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. في تفاعل مع حلقة كورة، ثلاثة أندية تقدم دعوى رسمية للبطل الضعيان ومتابع تويتر يتجاوزون 30,000. في تفاعل مع حلقة كورة، ثلاثة أندية تقدم دعوى رسمية للبطل الضعيان ومتابع تويتر يتجاوزون 30,000. النصر يستقبل مدربه الجديد غدا ويوقع رسميا مع الجبرين والأهلي، يحاول خطف الداهية كارينيو. رأسية مختار تقدم الاتحاد خطوة في مواجهة ثمن النهائي، ومواجهة الرياض تحسم الأمور. الهلال في اختبار الأرض والجمهور يواجه بنيوت كور، وكورة يستعرض مسيرة الزعيم في دور 16. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعنا تلفهم في المملكة العربية السعودية المهندس طارق التويجري والأستاذ فواز الشريف هم ضيفاء حلقة الليلة. أغلق موضوع الجبرين، وقع بحضور الرئيسي الناديين الأمير فيصل بن تركي والأستاذ المسلم، الجبرين أصبح لاعب نصراوي رسمي. نعم، نقول طبعا مبروك للنادي النصر، مبروك للجبرين. القضية مرت حقيقة بأمور ما كنا نتمناها بكل صراحة. احنا يعني انا مثلا يعني بصدق يا تركي، يعني خلينا نتكلم على الاطراف كلها حتى بما فيها لجنه احتراف بكل صراحه وقرار لجنه احتراف. اولا طبعا بالنسبه للاغنيه اللي تعرضتوها اجيبها، يعني اجيبها ولو كانت تحت حراسه. انا ما اتمنى حقيقه ان الانديه تعقد صفقات عشان والله هذا المفهوم يترسخ في عند جماهيرها حقيقة، أنه أنا عندي تحدي هذا اللاعب حيجي وبالتالي مهما كلف الثمن أنا حجيبه. هذا طبعا نوع من يعني المضرة حقيقة للنادي بكل ما تحمل الكلمة معنى. حتى لو كنت أنت موفر ميزانية لهذا اللاعب، ولكن لما تتضخم ميزانية بشكل كبير أنت حضر داخل النادي بالنسبة للاعبين الآخرين وكيف يتطلعون لتحسين عقودهم السابقة أو حتى العقود اللي ستنتهي وبالتالي البورصة ترتفع. بس أي أحد يسمع كلامك مهندس طارق في هالجزئية، طبعا أقول أنا أتفق معك أنه المفروض أنه ما يكون في تحدي بين الأندية، المفروض الموضوع دائما للكفاءة الفنية. بس أي أحد مثلا خلنا نقول يسمع كلامك الآن بيقول لك إيش معنى على الجبرين إن قال هالكلام، ما قال مثلا على عدد كبير من اللاعبين اللي كان خلينا نقول الدافع الأساسي والحقيقي وقد يكون الوحيد للتعاقد مع اللاعب إما التخريب أو العناد. يعني يجي يقول لك واحد إيش معنى يوم جت عند النصر كل قلتهم كذا. خلي بكمل كلام يا أبو تركي، إنه أي صفقة تمت بهذا يعني تتم بهذا الشكل، أنا ما أقول الحين يعني النصر أخذوا، أنا ما بعرف بالضبط، لكن تعرف المقاييس المالية مهمة جدا حقيقة. فأي صفقة تمت سواء حتى في السابق بهذا النمط، وبالتالي أنا أخذ لاعب وتعدى خلنا نقول مرتين ونص عن سعره الحقيقي، ها أنا أعتقد أني أنا ضدها تماما أيا كانت الصفقة حتى لو كان أي نادي بكل صراحة. أيضا بالنسبة لنادي الهلال، أنا أعتقد أن الهلال كان من المفترض من البداية أنه لما شاف والله رغبة اللاعب تغير وبالتالي حفظ لتاريخ الهلال ومهابة الهلال ولكرامة الهلال أن ينسحب تماما وبكل بساطة، ويعلن أنه هذا اللاعب الذي لا يعني إذا كان هناك اتفاق يعني اتفاق أو جنتلمان أو كلمة أعطيت من اللاعب لنادي الهلال عبر إدارته أو عبر إدارة نادي الرائد، خلاص هذا اللاعب غير رأيه، إذا أنا محتاج إطلاقا وتنازل على الصفقة تماما وأقول أنسحب بأي صرف نصاب ولا يكون أخطأ الهلال في الاستمرار في أنا أعتقد في أنا أعتقد لم يوفق الهلال حقيقة في الاستمرار، لأنه أنا ما أبغى اللاعب كل شوي يطلع يقول لك أنا ما أبغى هلال. هذه في الأخير ما هي كويسة في حق كيان الهلال وتاريخ الهلال. تعطي انطباع خلنا نقول غير جيد على النادي لما يطلع اللاعب أكثر مرة يقول أنا ما أبغى، والنادي يعني يصر في تمسكه برغبته في اللاعب. هو شوف النادي تمسك في اللاعب مش قضية، هو خلاص يعني أكيد إنه يعني
يعني في كثير من الحسابات سقطت بالنسبة لحساب النادي لحسابه مع اللاعب، ولكن هي كانت مسألة عناد بكل صراحة ومسألة تحدي. أنا أعتقد أنه مفترض ما تحسب بالأمور بهذه الطريقة. من هذه الكاسب ومن الكاسب والخاسر في هذا العناد؟ ما في حد كاسب ولا حد خاسر، كلهم خاسرين. أنا أقول لك يا بكل صراحة، الهلال خسر، النصر حتى نعتقد أنه خسر في هذه الصفقة، بحيث أنه دخل كأنها يعني كأنها والله. طيب جبريل كان متاح في كل الفترة هذه كلها، كان ممكن تحسم صح ولا لا؟ إيش معنى أنه داخل الآن الهلال مثلا وأنا أبدأ أضرب بالأسعار فوق وأخذه وأعتقد أني يعني أطلع قدام الجمهور؟ بس ترى سعره مش عالي كثير يعني جبريل قياسا باللاعبين الثانيين. في المجمل 12 مليون في المجمل لا غالي، لأنك أنت أعطيت 12 مليون للنادي وأعطيت اللاعب برضو مبالغ اللي خلته يتنازع يترك عقد الهلال ويترك عرض الهلال. يعني تعرف احنا عرض الهلال مش بسيط برضه، بس انت كم اعطيت اللاعب؟ اكيد انه ما يتجاوز اقل من بين 20 25 مليون. لو حسبتها بمجملها حتكون المبلغ كبير حقيقه ومثقل جدا للاداره الهلاليه، الاداره النصراويه. رقم ثلاثه ايضا اداره الرائد ايضا اخطات في يعني عبد العزيز مسلم، وهذه كلنا نعترف فيها، انه رجع وقال انه العقد اللاعب هلالي ومن هذا القبيل، ونعرف انه احنا رغبه اللاعب امر مهم جدا حقيقه. ياتي هذا الامر ل بكل صراحة لقرار لجنة احتراف، وأنا أعتقد أنه في أخطاء خرجت على أقل تقدير. أنا بالنسبة لي فهمي أنا كرياضي في قرار لجنة احتراف بكل صراحة. طبعا يعني احنا نقول انه لجنه احتراف من نجوم حيال هذا الموسم بكل صراحه، موثق الدكتور عبد اللطيف عبد الله برقان ونائبه عبد اللطيف هريش والبقيه الاعضاء حقيقه الموجودين، ولكن يبقى ما في احد كامل بكل صراحه، ويمكن هم الصح واحنا غلط ما فهمنا بشكل او باخر، ولكن بماهيه القرار واسباب وتسبيب القرار كان في كثير من النقد حتى من الاطراف كلها النصراويه الهلاليه الاطراف يعني اللي تدخلت في يعني وبدت تفصفص هذا القرار بكل صراحه من الناحيه القانونيه. يعني انا اعتقد انه من اهم اشياء انه كيف تتساوى عقوبتين لفعلين مختلفين تماما. يعني انا مثلا كاداره نادي الهلال انا اعتقد انها لو حتى طالتها العقوبه ما تطولها عقوبه نفس التي طالت نادي النصر. الهلال مثلا حتى تسبيب القرار في مواقفه الهلال ما كان واضح حقيقه ايش المخالفه اللي حدثت، واحنا نعرف الكلمات اللي موجوده في لائحه احتراف كلمات يعني عبارات شامله جدا، ممكن انت تسحبها هنا ممكن تسحبها هنا، لكن في الاخير انت طالما انك وحدت العقوبه بالتالي انت كانك تقول الفعل هنا نفس الفعل هنا. لا يمكن يتساوى انه، وخاصه انه لجنه احتراف اثبتت بكل صراحه اثبتت انه في حتى في عقوبتها للاعب اثبتت انه في اتصال مباشره مع اللاعب بدون الإذن أو أخذ الموافقة من إدارة الرائد من قبل إدارة النصر، وبالتالي هذه مخالفة تعتبر في مفهوم الاحتراف مخالفة كبيرة لا تتساوى إطلاقا. أني أنا والله ما خاطبت رسميا لجنة الاحتراف بالمخاطبات اللي بيني وبينها مثلا قبلها بيومين مع إدارة الرائد، وأنا أزم لك يعني تركي أقول لك إياها، كل الصفقات اللي تمت حتى السابقة لم تتم مخاطبة، يعني لم تتم في غالبها كلها مخاطبة لجنة احتراف قبلها بيوم واتبعت الأمور الرسمية اللي قالتها لجنة احتراف. أنا أعتقد أنه كثير من الصفقات اللي راحت جو لحظة بس جو الأندية اللي تمت الصفقات بينهم وجو لجنة احتراف قالوا والله خلصنا، أو حتى وحطوا خطابات مسبقة قبلها وانتهى الأمر. الأمر الآخر يعني تتذكر أنت فهد المجلس لما صرح في موضوع النجعي والنجعي وبيض رد كان رد الهلالي، ما شفنا أي عقوبات من هذا القبيل، وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني ما كان موفق. ايش تفهم أنت من الموضوع؟ هو في أخطاء ما في شك، ولكن أنا أثق في لجنة احتراف وأثق في أعضائها، لكن زي ما قلت لك إياها لم يوفقوا بصرف النظر. إحنا أنا ما أبغى أميلها أنه والله لا عندهم أسباب معينة يبغون يعني يبغون يقولون والله عاقبنا الجميع وانتهى الأمر بأي شكل. النصر كسب الصفقة هذه ولا ما كسبها؟ فنيا كل شيء فنيا معنويا إعلاميا من الناحية الفنية لا جماهيريا لا هو دائما يعني شوف من الناحية الفنية اللاعب حقيقة إضافة بكل ما تحمل الكلمة معنى، لكن تبقى القيمة هل هي يستحقها اللاعب أم لا؟ هذا أمر مهم حقيقة. تشوفها مكسب القيمه الاجماليه تشوفها مكسب؟ انا ما ادري، انا حتى يوم سالت يعني سالت اصدقاء نصراويين، انا اتكلم على المستوى المعنوي الجماهيري والاعلامي، يعني عبر عن قوه نصراويه خلينا نقول ماليه شرائيه. لا انا ما احب النوعيه من هالصفقات بكل صراحه، انا ما احب النوعيه من هالصفقات هذه، واعتبرها انا بالنسبه لي انا كطارق تويجي حقيقه النوعيه من هذه الصفقات اللي تخرج بهذا الشكل
انا ما اعتقد انها لها يعني بالخبره اللي انا اخذتها حقيقه لها انعكاسات سلبيه داخل الفريق. طيب احنا في نماذج سيئه وكانت بهذا الطريقه. معنا على الهاتف رئيس مجلس اداره نادي النصر الامير فيصل بن تركي. مساء الخير ابو تركي. هلا صباحك الله بالخير اخوي تركي. هلا وسهلا. والاخوان الضيوف اللي معك. سمو الامير صفقه الجبرين تعتبرها صفقه فنيه إعلامية معنوية ولا فقط عناد بين إدارتين؟ والله أخوي تركي أنا مستغرب من المواضيع اللي تثار في بعض البرامج. يعني سبحان الله لما ذكر لاعب من اللاعبين أنه يريد نادي النصر ويرغب في نادي النصر، ترى نادي النصر نادي كبير، نادي عالمي، نادي جماهيري، كيان كبير. حصلت حالات كثيرة والأخ طارق يذكرها الظهر، وإذا ما يذكرها ذكره، في موضوع الكابتن ياسر الشهراني لما كنا موجودين في النادي والتوقيع كان شبه منتهي، طلع اللاعب وقال أنا أبغى نادي الهلال الشقيق، حنا في نادي النصر، أي لاعب ما يريد نادي النصر لا نريده. بالنسبة لتقييم الصفقة بالنسبة لمبلغها مبلغ الصفقة، هي ما هي أكبر صفقة عقدها نادي النصر بالمبلغ المذكور اللي هو 24 مليون. نادي النصر الحمد لله قوة المالية موجودة ودائما موجودة، وإحنا نقيم الصفقات ونقيم اللاعب ونقيم مدى استفادة نادي النصر من اللاعب. اللاعب انضم إلى المنتخب السعودي مرتين، المرة السابقة وهالمرة، إحنا عارفين ماذا نحتاج. يعني نادي النصر الحمد لله عنده من الفنيين ومن المدربين اللي عارفين ماذا يحتاجون. فإحنا لما تجي الصفقة على هوانا نحطها أنها صفقة رائعة، لكن لما يجي في أندية معينة لاعب تعدى 35 سنة يدفع في 27. لحظة يا أخ، بس السؤال إيش احتجاجك على تعامل الإعلام في قضية الجبرين؟ 27 مليون ونص في سنتين ونص أبو تركي، اللاعب تعدى 35 سنة. فما شوف تركي، احنا نقيم ايش احتجاجك، ايش احتجاجك على تعامل الإعلام في قضية الجبرين؟ ايش اللي خلاك يعني الإعلام. بعض الإعلام من أخوك، بعض الإعلام، ما هو الإعلام، الإعلام المتزن واضح وأنت منهم يا أخوي تركي، لكن حنا عارفين هذا الشيء. ونادي النصر الحمد لله نادي كبير، أنا ما أدري سبحان الله يعني عودة نادي النصر بهالقوة إن كان في الملعب أو خارج الملعب أثرت كثير على جميع، على ناس كثير وعلى أحاسيسهم. يا أخي الناس تنتبه لفرقها زي ما قيل في السابق، تنتبه لفريقها، صلح فريقها، تضبط فريقها، ولا تنظر لنادي النصر. نادي النصر في الريادة الآن، وإحنا لا ننظر للخلف، ننظر للأمام، والفريق إن شاء الله بنقويه بكل أسلحتنا وبكل قوتنا المالية اللي حنا نقيمها. وبإذن الله السنة الجاية منافسين على جميع البطولات، نحن لا نعد بالبطولات، نعد بجلب كل اللاعبين اللي يحتاجهم نادي النصر، إن كانت بالقوة، القوة المالية لنادي النصر والفكريه لنادي النصر والفنيه لنادي النصر. بس هذا اللي حبيت اقوله يا اخوي. طيب الجبرين هو اخر صفقه محليه؟ لا، يمكن عندنا صفقات كثير ما ندري الى الان، لين تقفل فتره التسجيل والاخوك. طيب الامير فيصل بن تركي رئيس مجلس اداره نادي النصر، شكرا جزيلا لك. مهندس طارق يقول لك موضوع الشهراني كان نفس الموضوع، يعني نفس القضيه، كان حيوقع مع النصر، اللاعب طلع قال ابغى الهلال، انسحبنا، وانه ما تعامل الاعلام مع قضية الشهراني أبدا مثل ما تعامل مع قضية الجبري. طيب إذا كان يقصدني الأمير فيصل التركي، يعني أنا أقول له أنه قبل ما يتداخل، هو قبل بلحظات انتقدت إدارة الهلال ما سحبت الصفقة لما أطلع اللاعب وأعلن عدم رغبته بالانضمام للهلال، فبالتالي انتهى الأمر. هي تعليق ينسحب على صفقة الشهراني اللي استجاب للنصر وتنازل وانسحب منها، وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني من هذا الجانب أنا أحكم حقيقة بضمن المعطيات الموجودة. إحنا نقول دائما مصلحة الكرة السعودية، نتمنى من الأندية كلها أن تكون يعني بعض، أنا أفهم إنه في منافسات في إنه، لكن لا يكون مثلا تتجاوز الصفقة أكثر من 20% من طبيعتها 30%، لكن أن تتجاوز الصفقة بمقاييس أكبر. وأنا أعتقد أن فيصل التركي نفسه من يقول قبل الرؤساء اللي هم تحدثوا في فترة سابقة عن قضية تضخم أجور اللاعبين. هو يقول قبل شوي إحنا نقيم اللاعبين ماديا وفنيا ومقتنعين،
طبعا اكيد لازم يقول الامير فيصل ابو تركي بهالطريقه هذه، ولا يعني هل تعتقد انه فيصل ابو تركي يقول احنا اخطانا في تقييم الصفقه؟ اطلاقا لا. انت تشوف انه في خطا تقييم الصفقه؟ انا اعتقد انه اي صفقه تتجاوز يعني خلينا نقول لك السعر الطبيعي بضعفها او ضعفين. كم السعر الطبيعي بالنسبه لك؟ والله شوف انت في الاجمالي يعني مثلا هل تتوقع انه 35 37 مليون يعني لا انا طبيعيه مو بالارقام المبالغ فيها، انا اتكلم الارقام الطبيعيه بالنسبه لك كم في السنه للاعب؟ للاعب انا اعتقد يعني وش اي لاعب ولا الجبرين نفسه؟ لاعب مميز صغير في السن مضمون للمنتخب. يختلف الحين طبعا في سقف رواتب اللي هو 1,400,000. لا خلنا من التعديل، انت مهندس طارق اي يعني لو ما في سقف رواتب يعتمد يا تركي يعني عطني لاعب عن لاعب، يعني ممكن لاعب ماله مثلا منافسين في الانديه الاخرى وبالتالي هو عنده ميزات مش موجوده، يعني ما ابغى له اللاعب هذا تحديدا في مواصفات معينه، لكن في بدائل. انا بالرقم يعني عطني معدل رقم طبيعي يعتبر. انا اعتقد اكثر لاعب سعودي مفترض حقيقه ما يتجاوز 5 مليون في السنه، اكثر لاعب. اجل لو انك رئيس نادي ما حد جدد ولا معي والله لعب. شوف لو اني رئيس نادي لا اضخ اقسم بالله العظيم، شو اقول لك يا بكل صراحه واتفاهم واجيب حقيقه اقولها بكل صدق، اعيد صياغه يعني انا اقول لك تترك لي كامل حريه اعيد صياغه النادي من جديد واقول لك لحظه دقيقه الامير عبد الرحمن بن مساعد معلش الامير عبد الرحمن بن مساعد امس خلني اقول لك شيء دقيقه بس خلني اكمل الفكره حقتي. الامير عبد الرحمن بن مساعد بالامس كان يقول نفس الكلام، يقول في ارقام مبالغ فيها لكن احنا ما تقدر يعني انت خلاص طيب هذا هو انت مشكلة. شوف خلني اقول لك شيء، انت مشكلتك تدري شو مشكله لما تسوي شيء يعني تنسحب من صفقه. خلني اقول لك اخطاء الامير عبد الرحمن بن مساعد، هو مثلا لما ترك الفريدي يروح وترك مثلا هو ساوي بسبب مالي وقال لك ان السقوف الـ 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 يعني سقوف السقف الاجور بالنسبه للاعبين، ومن ثم جدد مع لعيبه بعدها مثلا بفتره بسيطه جدا ايضا تلامس هذه السقوف. عارف هو الخوف يعني مشكله الجمهور والضغط من الجمهور امر يعني مرهب حقيقه، ولكن في الاخير انا اعتقد ضخ هذه الأموال على صناعة لاعبين في الناشئين والشباب بكل صراحة والله ستقطف نتائج غير عارف عادي. لو جيت مثلا انت شفت الهلال والهلال مثلا هذا الكلام صحيح انا عارف. نعم. خلينا اخذ راي فواز، طولنا على فواز. فواز موضوع الجبرين عطنا رايك فيه بكل تفصيل. اولا تركي البشمهندس يعني الظاهر يعني كانه طرف في القضيه، يعني حتى رؤيته كانها طرف في القضيه. انا اعتقد انه احنا شفنا في هذه القضيه نجاحات مختلفه. اولا عرض هلالي جيد للاعب، تعامل من اداره الرائد تعامل جيد، دخول مفاوض جديد جيد، عمل لجنة الاحتراف جيد، وبالتالي صار عندنا بيان وصار عندنا كل شخص أخذ الغرامة اللازمة عليه وكان في عمل ظهرت من خلاله القوانين الموجودة في لجنة الاحتراف اللي هي احنا نقول عنها اللجنة الأفضل هذا الموسم حتى نجمع يعني. واللاعب اتجه للنادي اللي استطاع أن يدفع واستطاع أن يكون مفاوض جيد وأن يصل للاعب اللي هو الأهم، وهذه ميزة من يعني لإدارة نادي النصر والأمير فيصل بن تركي بالذات، يعني يتجه للاعب مباشرة، إذا ما استطاع أن يأتي باللاعب مباشرة وقلب اللاعب ليدعم ناديه وفريقه ما يحتاج حتى لو يجيبوا هدية رئيس النادي. هذا عمل احترافي واقع، هذا واقع، لكن اللي يتكلم عنه المهندس طارق هذا يعني حقيقة ممكن نعمل عليها مستقبلا، وبالتالي هذا واقع الاحتراف يختلف عن واقع مثلا الخطبة النسب، انه انا بروح اخطب من الناس اقدم صورة جيدة اقدم كذا، هذا عمل احترافي قوي. وبالتالي الاغنية اللي اثرت على احاسيس المهندس طارق اللي هي اجيبه يعني اجيبه، هذه من الاغاني اللي تحفز ايضا ادارات الاندية على الضخ والعمل والعطاء. اللي عنده اهلا وسهلا، قبل كذا احنا احتفلنا بمنصور البلوي في إدارة الاتحاد وكان عنده وكان يعمل وكان يأخذ ويسجل. الآن وبعد فترة جاء الأمير فيصل بن تركي وبدأ يأخذ ويعمل ويدعم فريقه ويحقق بطولات، أهلا وسهلا. لذلك الإعلام أمامه أمرين،
الأمر الأول اللي هو العمل اللي احنا نقوله المثالي المفترض لصالح الكرة السعودية اللي هو العمل على الفئات السنية، وشوف كيف فريق الاتحاد الفريق الجديد هذا، ويمكن ما كلف في الاتحاد بقيمة صفقة من اللاعبين مثلا اللي مروا على النادي، لكن أيضا وجود الفكر اللي دخل فيه فيصل بن تركي اللي هو فكر لاعب البيسبول مثلا، لاعب المتهور مثلا في بداية السنوات، وبدأ هذا الفكر يعمم، ولكنه استغل مع مرور السنوات اللي فاتت كيف يستطيع أن يقطف ثمار اندفاعاته في السنوات الأولى، والآن هو يقدم لنا من خلال بطولته للعام الماضي ومن خلال الاستحقاقات الخارجية القادمة هو يدعم خطوات فريقه، وأيضا لديه رجالات حوله من الداعمين اللوجستيين له، مثلا سمعنا احنا سلمان المالك، سمعنا قبله الأمير أحمد بن سلمان، سمعنا في أسماء نصراوية قريبة من هذا الرجل أيضا تساهم وتدفع العمل الإداري في الاستفادة من مثل هذه من هؤلاء اللاعبين. لكن أنا أعتقد كلام المهندس طارق في جزئية صحيحة، اللي هي الجزئية الجميلة اللي يفترض نعمل عليها، جزئية اللي احنا ممكن نحدد سقف الرواتب او نحدد بعض كأندية، احنا كأندية. حديث الامير فيصل، حديث الامير فيصل قبل شوي فواز لما قال سألت انا انه هذه اخر صفقة، قال انه الى ان تنتهي فترة التسجيل مستمرين في البحث عن خياراتنا. هذا كلام واقعي فعلي ولا استعراض قوة امام الرأي العام؟ استعراض قوة ادارة، قوة مالية. تركي انت لو لاحظت الموسمين اللي فاتت في نادي النصر كان في تعاطي اعلامي على انه النصر مديون وعلى انه يمكن ما يسجل لعيبه وعلى انه اشياء كثيره كانت تحيط بالنصر، وكان الرجل ماضي ويتحدث بانه سنسجل ومرت المراحل وفعلا سجل النصر. اللاعبين اللي خرجوا من النصر، اللاعبين اللي زاروا النصر في انتدابات احترافيه ومشوا من النصر كلهم استلموا حقوقهم. أيضا هذه صورة طيبة تبلغ كثير من اللاعبين الموجودين، يعني اللاعبين الموجودين أنا تكلمت في الجزء الأول من الحلقة أنهم هم أصلا باحثين عن المادة بغض النظر عن فين النجومية توديهم ولا المجد، ولا يهمهم هذا كله، يهمهم أنه يصير من لا شيء إلى كل شيء. وبالتالي الآن حتى بعض اللاعبين يمكن يعرضوا أنفسهم على الأمير فيصل بن تركي طالما أنه لديه هذه القدرة وهذه القوة، كما كان البعض يفعل مع منصور البلوي في فترة ماضية، كانوا اللاعبين أنفسهم يذهبون لرئيس نادي الاتحاد يقول إحنا نبغى نلعب مع الاتحاد، ويصبح الحب للاتحاد ويصبح الحب للنصر. هذا الرجل لديه قوة شرائية ولديه عمل جاد ولديه خط مستقيم يتحرك فيه، وبالتالي هذا الخط المستقيم هو اللي يساعده في إنجاز كثير من خطوات الاحتراف أو الصفقات اللي ناوي طيب هو يقدمها. حنروح الفاصل، بعد الفاصل نشوف مراسم التوقيع، حديث الجبرين، حديث الأمير فيصل بن تركي، وحديث الأمير فيصل بن تركي عن الكابتن محمد نور. فاصل قصير. النصر يستقبل مدربه الجديد غدا ويوقع رسميا مع الجبرين، والأهلي يحاول خطف الداهية كارمي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية، المهندس طارق التويجري والأستاذ فواز الشريف هما ضيفا حلقة الليلة. نشوف التصاريح اليوم اللي كانت وقت توقيع الكابتن عبد العزيز الجبريل لنادي النصر بحضور رئيسي النادي، نتابع. عبد العزيز الجبرين مبروك توقيعك للنصر، ظهرت عبر برنامج كورة أعلنت رغبتك إنها للنصر، الآن ترتدي زي النصراوي. الله يبارك فيك، والحمد لله تحققت الرغبة،
وان شاء الله اكون يعني اقدم الاضافه للفريق النصر والزمايل اللاعبين، وباذن الله يعني اكون في حسن ظنهم ان شاء الله. عبد العزيز، الموضوع شكل عليك ضغط الحين؟ عبد العزيز جبرين تحت المجهر بالنسبه للجمهور، الاعلام، المستوى الفني، حتى لزملائك اللاعبين. والله الفترة اللي راحت طبيعي يعني تمر لأي لاعب ضغطات، لكن الحمد لله الآن يعني أصبحت لاعب نادي النصر، أحاول إني أركز يعني في أدائي في المنتخب مع المنتخب بعد أسبوع من المعسكر، وبإذن الله يعني كنت تركيزي مع المنتخب مع نادي النصر. عبد العزيز، إبراهيم غالب، شرحيلي، أيمن فتيني، أسماء ثقيلة في الوسط النصراوي، أحمد الفريدي، وين يشوف نفسه عبد العزيز جبرين بينهم؟ والله بالعكس، انا قلتها حتى بالمؤتمر الصحفي، يعني النادي اذا صارت عنده في خانه ثلاث لعيبه نجوم او اربع فراح يكون تنافس شريف، وبالعكس وفي الاخير يعني المصحه العامه والاخيره للنادي ان شاء الله. مبروك عبد العزيز. بارك فيك حبيبي. طيب نشوف حديث الأمير فيصل بن تركي. سمو الأمير فيصل بن تركي، بداية أبارك لك تنصيبك لأربع سنوات قادمة. السؤال المعتاد في هذه المناسبة، أربع سنوات قادمة، الهدف الأول للأمير فيصل بن تركي لنادي النصر؟ الهدف الأول المنافسة على جميع البطولات، تقوية الفريق. الحمد لله بدينا الآن يعني بالصفقات، المدرب وقعنا مع مدرب لمدة سنتين. المدرب يمكن في بعض الانتقادات، لكن حنا كانت الأشياء اللي حاطينها في المدرب أو الكرايتيريا اللي في المدرب كانت تناسبنا كثير مع كاليدا، لكن الحمد لله المنافسة والتفكير في الموسم القادم. أول بطولة عندنا هي السوبر، هذه المهمة الآن، وبنفكر في الباقي بعدها، لأن مباراة واحدة إن شاء الله بكون مركزين عليها. سمو الأمير، ذكرت اليوم أنك فتحت صفحة جديدة للإعلام ولكل من كان مختلف معهم الأمير فيصل بن تركي، ما المقصود بالضبط؟ ما في أحد مقصود، يعني اللي يعتقد أن فيصل بن تركي عنده خلاف معه، أنا ما عندي خلاف معه، أحد من اليوم أقول له ما عندي خلاف. أنا أقول النصر يجب أن يلتفون حوله كما التفوا رجالات النصر من أعضاء شرف وجماهير هذا الموسم مع ناديهم، وإعلاميين كثيرين. الإعلاميين اللي كانوا ما هم ملتفين أو الجماهير أو أعضاء الشرف، لو ما هو بالدعم المعنوي أو الدعم المادي من أعضاء الشرف ما عندنا مشكلة حنا. بالعكس رجالات النصر إذا وجدوا في ناديهم كانوا قويين في ناديهم بيصير نادي قوي إن شاء الله بإذن الله وأقوى من الآن. محمد نور لاعب كبير، محمد نور أسطورة من أساطير الكرة السعودية، محمد نور خدم نادي النصر، محمد نور لاعب أقدره شخصيا كثير، لكن حنا عرضنا عليه من نهاية الموسم إلى الآن يعني كان محمد يعني يفكر بين يمكن عرضين أو بين ناديين، حنا ما نقدر نستنى، فرحنا وقعنا أحمد الفريدي في خانة محمد، لكن محمد يبقى لاعب خدم النصر وخدم الكرة السعودية وخدم نادي الاتحاد وخدم المنتخب السعودي، وأكن له كل تقدير وحب واحترام، ويعرف معزته أنه معزة خاصة عندي صراحة، وكان من سبب كبير من أسباب نجاح النصر الموسم اللي فات. فاصل قصير، بعد الفاصل نعود، حينضم معنا عبد الله الرشود لمناقشة شوت وبعض التغريدات اللي كانت اليوم موجودة في ساحة تويتر. الهلال في اختبار الأرض والجمهور يواجه بنيوت كور، وكرة يستعرض مسيرة الزعيم في دوري الستة عشر. أهلا
هلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية المهندس طارق التواجر والأستاذ فواز الشريف ومضيفة حلقة الليلة. انضم معنا عبد الله رشود. مساء الخير عبد الله. مساء الله بخير. صباح الخير. مساء على ضيوف الكرام. شو عندك اليوم في شوت؟ والله في شوت عندنا كذا خبر، يمكن أكيد الخبر المهم اللي كنت تناقشون فيه قبل الفاصل، خبر انتقال اللاعب عبد العزيز الجبرين، أيضا وصول مدرب نادي النصر راؤول كنيدا يوم غدا إن شاء الله. في خبر برضو مهم تفاعلا مع الحلقة اللي كانت معنا في كرة أمس، والضيف البطل عبد الله الضعيان قدمت له 3 أندية دعوة للحضور. طبعا الدعوة الرسمية اللي قدمها الأستاذ خالد البلطان أمس معاك مباشرة هنا بوجوده، وفي برضو دعوتين قدمها نادي الاتحاد ونادي الفيصلي، قدموا له دعوات، قدموا له دعوات أيضا للحضور. أيضا التفاعل في تويتر يعني تعدى 32,000، يعني قبل شوي أنا مشيك 32,300 ومدري كم تقريبا. خلاص هو بعد يحتاج الحين، هو يقول لي أبغى أوصل صوتي للناس من خلال البرنامج، ما عاد يحتاج تغريدة واحدة منه. تبارك الله. توصل طموحة معك 100 أمس الحمد لله رب العالمين، في الليل انتهت الحلقة على 12,000 تقريبا وشوي، الحين 32 إن شاء الله يزود أكثر بعد البطل عبد الله. الدعوات اللي وجهتها الأندية عبد الله إيش كان؟ كانت دعوات للحضور. أول شيء الدعوة الأهم كانت من بحكم أنه هو طبعا أعلن أنه هو شبابي، فوجه له الأستاذ خالد البلطان دعوة للحضور وإهداء كأس بطولة خادم الحرمين الشريفين. نادي الاتحاد ونادي الفيصلي أيضا دعوة للحضور للأندية والتزوير والتكريم معه في الأندية أيضا. طيب نشوف اخبار شوت ونرجع لك مع تويتر. نشوف اخبار شوت. في تفاعل انساني مع البطل عبد الله الضعيان والذي ظهر في برنامج كوره يوم امس، قدمت كل من انديه الشباب والاتحاد والفيصلي دعوه رسميه للبطل عبد الله من اجل الحضور لمقراتها. وكان الشباب اول الانديه التي تفاعلت عن طريق رئيس خالد البلطان، والذي وجه دعوة خاصة للبطل للحضور يوم الجمعة المقبل. كما تفاعل جمهور كورة كعادته مع طلب البطل عبد الله من أجل متابعته على حسابه في تويتر، ووصل عدد متابعي أكثر من 30,000 حتى الآن. افتتح اليوم الثلاثاء الأمين العام للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أحمد الخميس ورشة العمل الإعلامية التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتستمر لمدة 2 يوم بمدينة الرياض. وفي بداية ورشة العمل رحب الأمين العام بوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي يمثله مستشار الفيفا للإعلام الأسباني بيكا أودرازيلا ومدير مكتب تطوير الفيفا في عمان ماجد العبوة. كما رحب الخميس بكافة المشاركين في الورشة متمنيا لهم تحقيق الفائدة المرجوة وكسب المهارات المنشودة. يصل غدا المدرب الأسباني راؤول كنيدا إلى العاصمة السعودية الرياض للتوقيع الرسمي من أجل قيادة الدفة الفنية للفريق خلفا للأورغوياني دانييل كارينيو، وسيعقد النادي مؤتمر صحفي للمدرب، كما سيتم الإعلان عن برنامج الفريق الإعدادي ومكان المعسكر الذي يرجح أن يقام بنسبة كبيرة في أسبانيا. وعلى صعيد آخر، وقعت إدارة النصر اليوم رسميا مع اللاعب عبد العزيز الجبرين بعد أن أعطت إدارة نادي الرائد موافقتها الرسمية في خطاب مؤرخ اليوم الثلاثاء لنادي النصر يفيد بالموافقة على انتقال اللاعب مقابل 12 مليون ريال على 3 دفعات وتسديد غرامات فرضتها لجنة الاحتراف في قرارها أمس، وهي 500,000 ريال على نادي الرائد و 300,000 ريال على عبد العزيز المسلم رئيس النادي و 50,000 على عبد الله السبيعي مدير الفريق بشأن مخالفات احترافية في قضية اللاعب. أعلن نادي الاتحاد اليوم عن وجوب مسارعة جميع أعضاء الجمعية العمومية بسداد الرسوم العضوية المتأخرة وفقا لنص المادة 6 الخاصة بإيرادات النادي من اللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية في أقرب فرصة، حيث سيتم رفع الكشوفات الجديدة لأعضاء الجمعية العمومية إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب في اليوم 16 من شهر رجب الجاري. هذا وسوف يقوم النادي خلال الفترة المقبلة بإصدار قائمة جديدة بأعضاء الجمعية العمومية وإسقاط عضوية من لم يقم بالسداد خلال هذه المدة.
فتحت إدارة نادي الأهلي خط مفاوضات مع المدرب الأورغوياني دانييل كارينيو مدرب نادي النصر السابق، ووصل المفاوض الأهلاوي للمدرب الخبير في الدوري السعودي للاتفاق على شروط التعاقد. يذكر أن النادي الأهلي الذي أنهى ارتباطه بالمدرب البرتغالي بيريرا قبل يومين يسعى لتعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين أبرزهم لاعب القادسية صالح العمري والأجهزة الفنية، مع قرب تجديد رئاسة النادي مع الأمير فهد بن خالد يوم الأحد القادم بالتزكية، حيث يعتبر المرشح الوحيد لمنصب الرئاسة. أبدى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري استياءهم الشديد من الفرنسي لافاني المدير الفني لفريق الكرة الأول بسبب توقيعه على عقد تدريب لنادي نجران السعودي من الموسم المقبل، وعلق مجلس الإدارة على هذا التصرف بأنه سيكون له تأثير سلبي على نتائج الفريق في المرحلة المهمة من عمر مسابقة الدوري في ظل تأكد جميع اللاعبين من رحيل الفرنسي عقب انتهاء المسابقة. من جانب آخر، تزايدت أسهم الأسباني خوان جوزيه ماكيدا المدير الفني لفريق الشعلة السعودي في تدريب الفريق المصري بعد رحيل الفرنسي لافاني إلى نادي نجران، بعد أن كان المرشح الأقوى من بين الأجانب لقيادة الفريق. عبد الله، شو عندك اليوم في تويتر؟ تويتر اليوم طبعا كان فيه تغريدات كثيرة حول موضوع الجبرين واللي أشبع طرح اليوم. في تغريدة كان لا يمكن أنها يعني تتجاوز، تغريدة الأستاذ محمد الحميداني نائب رئيس نادي الهلال. طبعا ما ندري وش يقصد بالتغريدة بالضبط، التغريدة مبهمة كثير وكل يفهمها على يعني على قولتهم على مفهومة. قال: أبارك الذكاء الفطري المختزل بالحصول على خدمات سواريز ب 37 مليون والقادم أجمل. هذه التغريدة غردها الأستاذ محمد الحميداني اليوم تقريبا على المساء على الساعة 7:30، فما أدري هل لها علاقة، ما أدري يعني ما أدري إيش، هل لها علاقة بأحد صفقات، هل لها علاقة ب واضح لها علاقة بصفقة الجبري، قد يكون لها علاقة بصفقة الجبرين، لكن يعني الأستاذ محمد الحميداني غردها في وقت تقريبا وقت التوقيع الساعة تقريبا 7:30. طيب، التغريدة الثانية كانت معنا من الأستاذ خلف ملفي، لجنة اللي كلنا نتفق على أنها هي كانت الأبرز والأجمل هذا الموسم بعملها المنظم. قال: لجنة الاحتراف برئيسها والنائب والأعضاء الأقوى في اتخاذ القرارات والتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية واحترام. كان في لقاء مع أحد أعضاء اللجنة في القناة الرياضية. التغريدة الأخيرة للأستاذ محمد الشيخ أيضا كانت تدور حول الصفقات وحول التعاقدات. قال رحم الله عبد الرحمن بن سعود حين قال في حوار بعد فشل صفقة بشار عبد الله: المفاوضات ليست شنطة فلوس يا طلال الرشيد. أشار إلى الموضوع ليس موضوع فقط عروض مادية، يعني المفاوضات فيها أشياء كثيرة أكثر من العروض المادية. هذه كانت أبرز التغريدات اللي أخذناها اليوم معنا في تويتر. طيب، نروح قبل ما نروح الفاصل، إيش رأيك تغريدة الحميداني؟ والله هذه يعني تعبر عن المنافسة المحتدمة بين، يعني هي كسر روس حقيقة اللي صاير، كسر روس، وبالتالي من ينتصر الآخر معنويا، يعني ما كانت الأمور تعدت قضية الأمور المعنوية. فهذا زي ما قلت لك إياها، أنه كل الناديين حقيقة أخطأوا في جانب معين. النصر زي ما قلت لك إياها أخطأ في قضية، يعني أعتقد أنه أخطأ خطأ احترافي ولجنة احتراف. أنا في رأيي الشخصي ما طبقت العقوبة اللازمة على حقيقة عن النصر، ولكن في الناحية الثانية أنا أعتقد أنه قيمة اللاعب وقيمة الصفقة أكثر من ضعف النصر. الهلال نفس الشيء، لم يستطع يعني كان مفترض حقيقة أن يتنازل ويحفظ هيبة الهلال وكرامة الهلال بأن يعني يترك هذه الصفقة عندما اللاعب أعلن أكثر من مرة أنه لا يرغب بنظام نادي الهلال. فاصل قصير، بعد الفاصل نعود للجزء الأخير من الحلقة. في فقرة بين قوسين، أحمد المصيبي يطالب: عاقبوهم أمام الملأ. بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. المهندس طارق التويج والأستاذ فواز الشريف ومضيف حلقة الليلة. فواز، مباراة غدا الهلال أمام بليدكور الأوزبك، إيش الخيارات المطروحة أمام الهلال غدا؟ طبعا في دقيقة لأنه وصلنا لنهاية الحلقة. فواز، النتائج
معليش اعتذر بس انه في دقيقة لو سمحت. لا تبغاني اقوم؟ انا مستعد اقوم. لا بالعكس على راسنا من فوق يا فواز دعوة. اللي اقوله انه الافضل انه يرجع الهلال بـ 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 يعني بافضل النتائج من هناك، لانه الفريق الاوزبكي احنا عارفين انه بداية موسم مع دخوله للمجموعات كان في مجموعة الفتح وكان يدوب في بداية الموسم، الآن تحسن أداءه وطبعا يختلف عنا إحنا اللي الآن نعيش مراحل أخيرة. الذكاء في المباراة هذه مهم جدا، وهو العودة بأفضل النتائج أو أقل المكاسب اللي يكون أنه يعود الهلال لأن يجعل الفاصلة أو المباراة المهمة في الرياض حتى لا يفقد الفرصة. وأنا أعتقد أن الفريق الهلالي قادر وإمكانياته كبيرة، وحنا شفناه في المباراة الأخيرة كيف تأهل وكيف حول موازين اللعبة لصالحه وعنده إمكانيات. أنا يعني أتمنى كمان الرحلة هذه إلى طشكند تساعد في 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 تركيز جو الفريق على اللعبة بالذات أنها مباراة وأخرى، وأتمنى التوفيق للفريق الهلالي. مصالح في دقيقة بعد مباراة الهلال غدا. طيب بين الهلال حقيقة أن يجعل هذه كرة قدم بكل صراحة، بين الهلال أن يجعل موسمه هذا جيد وبين يجعله أن يكون مخيب للأمال هي تلك المباراتين حقيقة. تجاوز المباراتين التأهل لدور ثمانية أمر مهم جدا بكل صراحة، وأمر حيكون يعني حاسم حيكون بداية جيدة لموسم قادم بلا شك. وأنا أقول لك يا بكل صراحة ما يدور عند كثير من الهلاليين وأنا تحديداً حقيقة من ضمنهم أنه الهلال لو تجاوز هذه المباراتين أعتقد أنه الهلال قادم يصل للمباراة النهائية. وطبعاً تعرف المباراة النهائية تلعب مع فريق شرق آسيا يعني تبقى لها أمورها الأخرى، ولكن تجاوز هذا الموسم بالتأهل إلى دور الثمانية أنا أعتقد أمر مهم حقيقة جداً بالنسبة للهلال وبالنسبة للهلاليين بشكل عام. فواز شكراً جزيلاً لوجودك معنا اليوم، نشوفك إن شاء الله في حلقة قادمة، شكراً جزيلاً. إن شاء الله تركي تعطيني ثواني بس أقول للاتحاديين يعني فضل. أتمنى أنهم يركزوا مع فريقهم، أتمنى أنهم ما يبحثوا عن أخطاء لإبراهيم البلوي بالذات في هذه المرحلة، بعد كذا في مرحلة الاستعداد الموسم الجديد لكل حادث حديث. الآن يفترض التركيز مع الاتحاد الإدارة والنادي والجمهور واللاعبين، وأشكرك وأشكر المهندس طارق يعني لو أثقلت عليكم، لكن سعيد كنت معك. بالعكس شكرا جزيلا فواز. المهندس طارق شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك. موعدنا غدا 11:30 في أمان الله. شكرا. حط